شبكة قدس الإخبارية تقول الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نحو 1,000,000 صهيوني سيدخلون في دائرة صواريخنا إذا قرر العدو التمادي في عدوانه. وهاشتاج غزة تقاوم وصورة أبو عبيدة، ويقول 1,000,000 إسرائيلي سيكونون في دائرة صواريخنا، وأبو عبيدة هو الناطق باسم كتائب القسام. ده كان الخبر مشاهدينا الكرام من قدس الإخبارية. تعالوا نشوف بقى مشاهدينا الكرام أول تعليق معنا من رضوان الأخرس، يقول: الآن شاهدوا الحافلة الإسرائيلية وهي تحترق بكامل من فيها من الجنود مساء اليوم بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخ كورنيت تجاهها، ولا زال الاحتلال يتكتم على خسائره الحقيقية حتى اللحظة. تعالوا بقى مشاهدينا الكرام، مش عارف ممكن تتفق معايا تختلف معايا تقول كلام يعاكس الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي، بس أنا والله إحساسي كده بيشفي صدور قوم مؤمنين، قول الله عز وجل: ويشفي صدور قوم مؤمنين. مش عارف بحس كده بالإحساس ده هو لما بشوف الفيديو ده. هيجنن الصهاينه لحد اللحظه دي كمان، مش بس تفجير الباص ده واستهدافه بصاروخ من المقاومه، ولكن متى امتلكت المقاومه هذه الصواريخ من هذا النوع اللي هي تقوم بتفجير زي ده؟ كان زمان الصواريخ بتوصل وما بتعملش حجم الدمار ده، لكن كون ان الموضوع دلوقتي على القنوات العبريه، لمن يتابع القنوات العبريه الاسرائيليه كلهم بيتكلموا عن قوه الصاروخ وعن قوه تأثيره. إذن المقاومة يا سادة تطور من أسلحتها وتطور من أدائها رغم الحصار. هم دول الرجالة. يلا نروح مشاهدينا الكرام ونشوف مع بعض تعليقات حضراتكم ونستكمل التعليقات. وفادي بيقول: كمين العلم، كمين العلم الذي نفذته ألوية الناصر صلاح الدين وتم بثه اليوم، انظروا كيف تحول جنود الاحتلال إلى أشلاء، بوركت أياديكم وغزة تقاوم. طيب ده كان فادي. طيب تعالوا بقى نشوف ايضا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو اللي برضه بيسعد القلب. يلا بينا. قام الجندي بنزع العلم والتوجه به نحو التجمع، وفي هذه اللحظة كان 6 من الضباط والجنود متجمعون في مكان واحد، واهمين ان مهمتهم قد انتهت بنزعهم لهذا العلم. وهنا دقت ساعة الموت، حيث وقع الانفجار بوسط هؤلاء الجنود، وتطايرت أجسادهم وقطعت أطرافهم وحرقت أجسامهم بفضل الله تعالى وقوله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. العزم يحكي من به حطت رحائل الهبة، من قاد نصرا للعلا أن أرخت فيه القمة. Yeah.
صوت السؤال علما صغيرا رفرف شظايا ليمزق أجساد جندكم الأغبياء. سنعيد المسرى بالنار لا بالخطبة والأشعار. سنعيد النصر بالنار لا بالخطبة والأشعار. سمعنا خطب كتير وسمعنا أشعار كتير، لكن أول مرة نشوف الفعل وبهذا التصوير وبهذه الجودة وبهذه القوة. رد قوي جدا من الرجالة اللي بيذبوا عن الأمة كلها ضعفها وهوانها. يلا نروح للتعليق اللي معانا بعد كده. ملاك بتقول هي غزة من جديد تسقط أحلام صفقاتهم القرنية، ها هي غزة تقول لقابوس السلطنة ما زلنا مقاومين، ها هي صواريخ غزة تنادي صواريخ آل سعود لتصحيح إحداثياتها، فلنسقط سويا على رؤوس الصهاينة أو فلنسقط سويا على رؤوس الصهاينة بدل أن نقتل أطفال اليمن. إنها غزة يا سادة، غزة هاشم، غزة الطهر، وهاشتاج غزة تقاوم. طيب بس مين بقى، مين اللي يفهم؟ مهما حكمنا خونة وعملة وأسلحتهم موجهة لصدورنا، لسه ما زال في الأمة شرفاء بيحملون راية الحق وبيدافعوا عن الأمة وعن شرف الأمة ضد العدو اللدود وهم الصهاينة. مش هتتحد الأمة لتحرير الأقصى إلا بسقوط عملاء الصهاينة الذين يحكمون المنطقة العربية، وقليل منهم يعني شرفاء، أما الكثير فهم عملاء للصهاينة للأسف. عشان ما حدش بس يقول لنا إن إحنا بنعمم، لا إحنا عارفينهم وبالاسم، قلنا أساميهم كتير. يلا نروح للي بعده. هذه الأرض لا تتسع لهويتين، إما نحن أو نحن. غزة تقاوم، المقاومة الفلسطينية. وهذا البوست ده بيفكرني بكلام مهم جدا، نحن أمة لا تهزم، ننتصر أو ننتصر، لأن حتى الموت في سبيل الله والشهادة انتصار. المعادلة يا سادة لا تقبل القسمة على اتنين، وبتوع التطبيع يركنوا في جنب شوية، لأن دي عقيدة عندنا. ينعيش في كنف الأقصى ينموت وإحنا بنحرره، مش هتتغير المعادلة أبدا ولا هتتغير العقيدة دي. أما بقى التعايش معهم ده مش في قاموسنا خالص ولا نعرف عنه أي حاجة، ممكن يكون في قاموس بعض الحكام، أما الشعوب بيتهيألي الشعوب الحرة الأبية ليس في قاموسها إلا تحرير المسجد الأقصى، وليس هناك تعايش أبدا ولن يكون مع الصهاينة. يلا نروح لمريد البرغوثي بيقول غزة لا تنادي على أحد، غزة تصغي إلى قلبها وتفعل ما يجب. أما آخر بوست معنا مشاهدينا الكرام على موضوع غزة، تعالوا نشوفه مع بعض ونقراه مع بعض. أحمد إبراهيم بيقول لا تحزن إن الله معنا، وهاشتاج غزة تقاوم.